رسالة للمسؤولين في بلدية الكويت وبالأخص بلدية منطقة القرم، شوفوا هذا المنظر، ترضون فيه ولا لا؟ ممشى القيروان قطعة واحد شارع 101. أنا أعتقد هذا الممشى والأرض هذه ملك الدولة، يسوي له أرض على كيفه ويحتلها ويخرب الممشى كله، يعني ليه هناك؟ للأسف أنا أقول لوزارة البلدية يجب معاقبة اللي عمل هذا العمل هذا. شوف سووا مزارع هني، إلا كانت توزعون أراضي شيء ثاني بعد، عطونا عين مسكر اليادة هذه، يعني ما احترم أهل المنطقة اللي يمشون هني بهالمكان صار لهم فوق 10 سنوات، بيوم وليلة يحجز المكان ويسكر اليادة هذه في الشارع. أنا أقول المفروض تعاقبونه على هذا العمل ويشيل هذا كله على حسابه. لماذا؟